Techno Planète. Information. Claire et net. متابعي كوكب التقنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حيثما كنتم وأينما وجدتم. في هذا التسجيل سنتحدث عن مسألة مهمة جدا تتعلق بكيفية حفظ نسخة من النظام واسترجاعها في أي وقت نشاء وفي أي وقت نريد. في الحقيقة مشكلة أخذ صورة احتياطية للنظام مشكلة تؤرق مجموعة من الناس وتأخذ حجما كبيرا من القرص الصلب وكذلك في بعض الأحيان، وهذه الخطوة تكون غير عملية خصوصا إن كانت نقطة الإنشاء والاستعادة من داخل النظام نفسه. وهناك برنامج يحل هذا المشكل اسمه Ghost. هذا البرنامج في الحقيقة كان فعالا جدا مع Windows 7 و Windows XP، لكنه لا يعمل مع Windows 10. حتى الإصدارات الحديثة من هذا الإصدار الذي ظهر عند المكفوفين لا يعمل مع Windows 10. لذلك جئتكم بحل لهذه المشكلة. الموضوع والفكرة تتلخص في أننا سوف نستخدم برنامج Odin Backup. هذا البرنامج يمكننا من أخذ نسخة احتياطية لأحد الأقسام الخاصة بالقرص الصلب ثم استعادتها في وقت لاحق، ونحن سنقوم بأخذ صورة احتياطية للقسم المثبت عليه النظام، ثم بعد ذلك سنعيد هذه النسخة إذا حدث تلف في النظام. أول شيء سنقوم به هو سنقوم بنسخ الويندوز تولكينج الذي يتضمن هذا البرنامج. إصدار ويندوز تولكينج X64 الحديث هو الذي يتضمن هذا البرنامج. سأقوم الآن بوصل الـ USB داخل الحاسوب، ثم بعد ذلك سأقوم بالتوجه مباشرة إلى ويندوز تولكينج 464 زيب. نفتح هذا الزيب بالإدخال، ننزل بالسهم مرة واحدة. هذا إيزو، سأرفق لكم مع الفيديو نسخة من الألترا إيزو تقومون بتحميلها وتثبيتها، ورابط لتنزيل ويندوز تولكينج X64 هذا الذي سنشتغل به حتى تكون كل الأدوات بين يديكم. ندخل نفتح هذا الإيزو بالألترا إيزو إدخال، سيفتح مباشرة. لقد قام البرنامج بفتح هذا الملف طاب مرتين. هنا نحن داخل مجلدات التولكينج، نقوم بتحديد الكل كنترول بلس أ ألت، نمشي بالسهم مرتين. أنا لدي لغة البرنامج الإيزو بالفرنسية، ستكون لديكم المسألة معروفة عن طريقة الحرق يعرفها الجميع، فقط أردت أن أوردها هنا حتى يكون التسجيل شاملا وكاملا. ننزل مرة أربع مرات حتى إكخير إيماج دو ديسك أنتري طاب طاب. لدي G4GB سون استوراج، هذا هو القرص أو هذه هي الفلاش التي سنقوم بحرق البرنامج أو النسخة نسخة التولكينج عليها. طاب فورماتر يعني تهيئة إسباس لنقوم بتهيئة هذا القرص أو هذه الفلاشة. مباشرة يأتيني زر انطلاق أو تشغيل أو ديماغي حتى أصطار حتى أقوم ببدء الفورماتاج. أوكي تغميني الفورماتاج انتهى، عفوا أوكي، ثم طاب حتى تغميني فيرمي حتى فيرمي طاب إكخير حتى ليقوم البرنامج بنسخ الملفات على القرص أو على الفلاش طاب حتى وي أو يس إسباس جاري الحرق. أنا لا أنصح بأن نأخذ المجلدات هذه ونعمل لها نسخ ثم لصق في القرص أو في الفلاش، لأن هذه العملية لا تشتغل في غالب الأحيان. لذلك يستحسن حرق هذه النسخة عن طريق أحد برامج الحرق إلترا إيزو أو باور إيزو أو أي برنامج آخر تريدونه، أو USB Universal Installer أو أي برنامج آخر. لذلك أنا قمت بحرقها عن طريق الإيزو الإلترا إيزو. إذن الآن جاري حرق هذه النسخة. 10%, 20%, 30%, 90%, 100%. إذن سمعنا 100%، معنى هذا أن الحرق قد اكتمل. طاب أو ماج طاب حتى أنولي بوتون إسباس. أن أولترا
ثم نخرج من الالترا ايزو بالالت اف 4 ثم نخرج من ويندوز تولكينج بالالت اف 4 ثم نغلق هذه النافذه ايضا. نتاكد بان النسخه تم حرقها على الفلاش. ندخل الى اوردناتور او مي بي سي يعني الى الحاسوب ثم الى القرص. ديسك موفيبل جي يعني هنا الملفات الخاصة بهذه النسخة. إذا ماذا سأفعل بعدما قمت بحرق هذه النسخة على الفلاش؟ سأقوم بالإقلاع من هذه الفلاش. نلتقي بعد الإقلاع إن شاء الله. إذا بعدما أقلعت الويندوز تولكينج ومسألة الإقلاع مسألة يعني ثابتة لا نختلف فيها. كل حاسوب وطريقة إقلاعه وطريقة تهيئته وجعله يقلع من الـ USB. بعد الإقلاع مباشرة تأتينا هذه النافذة. يعني نضغط على كلاوز. نقوم أولا وقبل كل شيء بخفض السرعة قليلا. في الحقيقة الموضوع يعني سواء كان لدينا ناطق باللغة الإنجليزية أو بالفرنسية لن يتغير الموضوع في الحقيقة. نضغط على الأو. أودين باك أب اسمه أودين باك أب. نضغط على أودين باك أب. Attention, dialogue, okay, but... نضغط على OK طبعاً. Space, audit, open, disk imager in a nutshell dialogue. مباشرة بعدما نفتح البرنامج على الفكرة بإمكان الإخوة أن يغيروا هذا الصوت إلى الصوت الفرنسي للناطقين باللغة الفرنسية. أول خيار نجده هو Backup radio button checked phone. نسخة احتياطية. ننزل بالسهم الأسفل. Restore radio button checked. يعني هذا استعادة النسخة لأنني يمكن أن أخذ صورة احتياطية يمكن أن أعيد النسخة يعني صورة احتياطية أو إعادة. إذا أردت أن أخذ صورة احتياطية أصعد إلى باكاب. Backup radio button check. سنسمعها باللغة الفرنسية بهذه الطريقة. سنسمع ريستور. نصعد بالسهم الأعلى. باكيب أو باكاب. نضغط تاب. هنا يجب أن نكون حذرين في التعامل مع هذه اللائحة لأنني يجب أن أعرف أي الأقراص تحتوي على النظام. في حالة الإقلاع من الويندوز تولكينج فإن القرص الذي يكون المسؤول عن النظام والذي يحتوي ملفات النظام أي ملفات الويندوز هو الديسك لوكال الدي. ننزل. هذا ريزيرفي أو سيستم يعني هذا يعني موصى به للنظام. نهبط. نعم. دفيسار ديسك 0 بارتيسيون 2 دي 99302 جي بي بارتيس 3 أوف 5. هذا هو القرص الذي لدي فيه النظام. أنا متأكد منه بالحجم. حجمه 99 جيجا بايت. وأنا أصلا كنت قد وضعت القرص السي أو ديسك 0 بارتيسيون 2 وضعته ووضعت له حجم 99 جيجا بايت. ننزل. نعم. دفيسار ديسك 0 بارتيسيون 3 فرانسيس 962000 MB. هذا فيه 1 جيجا يعني 1 جيجا بايت. ننزل. نعم. دفيسار ديسك 0 بارتيسيون 4 فرانسيس 365173 MB. هذا فيه 300 جيجا بايت تقريبا. إذا القرص المسؤول على النظام عندي هو الدي. طب هذه القائمة هذا المكان هو الذي سأقوم بحفظ النسخة المأخوذة فيه. إسباس. هنا الاسم اسم الملف أنا سأسميه ويندوز. ويندوز 10 كذلك اكتب نواة هذه النسخة 15,000 و63. للإشارة بإمكاني أن أخذ صورة لأي الأقراص كيفما كان نوع هذا القرص وأي ومهما كان محتواه. فقط المسألة وجدتها فعالة جدا مع أخذ صورة احتياطية للنظام. طاب ساف بوتون. طاب ليبراري يعني المكتبة. كمبيوتر ندخل الكمبيوتر بإدخال ثم نختار ديسك لوكال E. في حالتي أنا سأضع نسخة في ديسك لوكال D والديسك لوكال D يكون هو E في هذه الحالة لأنه هذا الويندوز تولكينج يتعرف لي على البارتيسيون التي أخذها النظام. إذن إدخال يكفي. طب طب
espace à la save, yani التسجيل. طب select enter command for disk image star button. هنا star button. إذا ضغطت على star سأبدأ بأخذ النسخة. طب قبل star طب options خيارات، يعني إذا أردت أن أقوم بحفظ هذه النسخة ولكن بشكل مضغوط، لأن عيب البرنامج الوحيد هو أنه يعطيك نفس مساحة القرص أو نفس مساحة النظام أو نفس المساحة التي أخذها النظام على القرص يعطيها لك في شكل ملف. إذا كان حجم النظام هو 50 جيجا بايت، فإنه بعد حفظ هذه النسخة ستجد بأن الملف حجمه 50 جيجا بايت، وهذا مشكل بالنسبة للناس الذين لديهم مساحة محدودة. هناك خيار يشبه الخيار الذي في الجوست، يعني يقوم بحفظ النسخة بشكل مضغوط بشكل كبير، تقريبا بعد الضغط يقتطع لك النسبة 15% من المساحة، يعني يقوم بإنقاص النسخة أو بنقص حجم النسخة لنسبة 15%. إذا كانت النسخة حجمها 50 جيجا، فإن النسخة بعد إنشائها مضغوطة ستكون حوالي 35 جيجا بايت. في الحقيقة أنا لا أنصح إلا أن نأخذ صورة للنظام في الحالة التي نكون قد فرمطنا فيها النظام، ثم ثبتنا البرامج الضرورية وقارئ الشاشة والتعريفات قبل أن نثبت البرامج المحادثة وبرامج الآيتونز وإلى غير ذلك من البرامج، وكذلك قبل أن نضع الملفات. تكون نسخة خالصة، يعني نسخة صافية من النظام وليست فيها أي مشاكل. إذن options، نضغط على espace options. طب no compression، يعني لا ضغط، ننزل جزب، ننزل بزب دو، يعني by zip ثو، نسمع كيف يقولها بالفرق بالإنجليزية. يعني بزب تو هذه هي التي يستحسن أن نتركها يعني مفعلة عندما نريد أن نأخذ نسخة احتياطية، ولكن ستكون مدة النسخ يعني مدة الحفظ أبطأ بكثير من المدة العادية، ومدة الاستعادة كذلك أبطأ من المدة العادية بنسبة تتجاوز الضعف. إذا كنت سأحفظ النسخة في 20 دقيقة، إذا قمت بالتعليم على خيار جيزيب 2 فإني سأقوم بحفظ النسخة في حوالي ساعة أو ساعتين بصراحة، أو 3 ساعات على حسب، وفي الغالب سأستغرق 3 ساعات للحفظ، أنا جربتها سابقا. أما الاستعادة فستكون في ساعة تقريبا، لذلك أنا سأجرب no compressions يعني لا ضغط، ولكن أنتم يستحسن أن تضغطوا بزب دو وتضغطوا على ستار وتتركوا الحاسوب في سبيل حاله أو في حال سبيله، لأنه سيصبح بطيئا. هذا كل شيء يبقى كما هو كان. أوكي، نضغط أوكي. إذن نحن الآن في النافذة الأساسية التي فيها options، ضغطنا options قبل قليل، هذا about يعني مساعدة، قلنا هنا backup يعني حفظ النسخة. إذن نتأكد، نحن الآن على D هو الذي يحتوي على النظام، يعني هذا هو اسم النسخة. طب بوتون يعني باركورير، إذا أردت أن أغير اسم النسخة ومكان الحفظ، يعني مكان حفظ هذه النسخة الاحتياطية. طب ستار بوتون، إذا ضغطت على ستار سيبدأ حفظ النسخة. نضغط ستار، هنا الحاسوب سيكون بطيء، لن يستجيب الحاسوب. الآن أضغط تاب لا يقول أي شيء، نعرف من خلال هذه المسألة أن الحاسوب الآن يقوم بحفظ هذه النسخة. نتحرك برقم 9 في لوحة المفاتيح، لوحة الأرقام عندما تكون معطلة، حتى نقرأ هذه النافذة. هذه بيت توتال، يعني الحجم الإجمالي للنسخة التي أقوم الآن بأخذها، يعني حجمها الإجمالي هو 27 جيجا بايت. 9 مرة أخرى، يعني تم أخذ حتى الآن 6 جيجا بايت. 9 مرة أخرى، يعني يأخذ بنسبة 28 ميجا بايت في الثانية. هذه هي سرعة الأخذ، سرعة الحفظ، يعني هذه السرعة. مرت 4 دقائق و 17 ثانية. 9 مرة أخرى، يعني هذه المدة المنقضية. باقي 11 دقيقة حتى ينتهي الحفظ.
الوقت المتبقي 30%. هذه الآن وصلنا إلى 30%. البرنامج الآن قارئ الشاشة بطيء جدا، يعني لا يتفاعل إلا عندما تضغط، يعني عندما تضغط على الزر يبقى تقريبا حوالي 10 ثواني و 20 ثانية ليقوم بالنطق. لذلك ستلاحظون بأن البرنامج لا يتفاعل، لكن هذه الأصوات دليل على أن النسخ جاري الآن أو الحفظ جاري الآن. إذن عندما سينتهي الحفظ سنرى ما الذي حدث، نلتقي بعد انتهاء الحفظ. بعد انتهاء العد نحاول أن نقرأ بالسبعة والتسعة ماذا حدث هنا. يقول لي بالتوتال وبيت بروسيسد، يعني ما يعني الحجم النهائي والحجم الذي تمت معالجته، يعني 16 دقيقة استغرق في الحفظ، يعني الوقت المتبقي 0000، يعني لم يتبقى أي وقت لأن العملية انتهت، يعني 100%. إذن الآن قمنا بحفظ هذه النسخة. إذن نغلق البرنامج بالت اف 4 ثم نفتح مستكشف النظام بويندوز او، نذهب إلى ديسك لوكال او الذي سيكون ديسك لوكال دي عندما نشغل الحاسوب في الوضعية العادية، نقوم ببروبريتي لهذا الملف لنرى الحجم. يعني الحجم حجمه هو 27 جيجا بايت لأنني لم أقم بحفظه كزيب 2 التي كنا تحدثنا عنها سابقا. إذن هذه النسخة أو هذا الملف المسمى ب .img.img نقوم بالاحتفاظ به عندنا، وعندما نريد أن نعيد الويندوز إلى هذه الحالة، يعني مثلا عندما سأقوم بتثبيت النظام أثبت النظام والتحديثات وأفعل النظام وأثبت الأنترنت والمانجر والموزيلا فايرفوكس والقارئ الشاشة وبعض البرامج، ولكن لن أثقل كاهل النظام بالملفات وإلى غير ذلك، يعني فقط النسخة الخام الجاهزة للاستخدام، ثم أقوم بحفظه كنسخة، وعندما تحدث لي مشاكل وتكون هناك فيروسات أقوم بإعادة النسخة من هذا الملف. وبهذه الطريقة يعني عندما يحدث لي مشاكل في النظام سأقوم بفتح البرنامج، يعني بفتح التولكينج، يعني بتشغيل التولكينج ثم فتح الأودين باك أب ثم اختيار الريستور من القائمة وليس باك أب. نرى كيف سيكون الأمر. إذن نفتح الأودين باك أب، أودين باك أب إدخال أوكي بوتون إسباس أو أنتري باكيب، يعني هذه أخذ نسخة، يعني النسخة يعني نسخة احتياطية، ننزل ريستور، هنا ريستور يعني سنقوم باستعادة النسخة. طب لنرى كيف يمكن أن نستعيد هذه النسخة. ليست أول شيء لدينا هو يعني على أي قرص سنضع هذه النسخة، في أي على أي قرص ننزل، يعني كنا قلنا بأن سنقوم بوضعها على الدي. إذن سنضع النسخة على الدي، النسخة التي سنأتي بها بعد قليل ستوضع على ديسك لوكال دي. يجب أن تتأكدوا من مسألة مهمة جدا، يعني عندما نكون في الوضعية العادية للأقراص في الويندوز من داخل النظام أو من داخل الويندوز لا تظهر لي الأقراص التي هي ريزيرفي وسيستم، يعني مأخوذة للنظام، فقط يظهر لي قرصين. أما أنا الآن يظهر لي 4 أقراص، وهذه الأقراص مأخوذة، قرصين مأخوذة للنظام وقرصين عاديين. وكيف سأفرق؟ سأفرق بالأحجام، بأحجام هذه الملفات أو بأحجام هذه الأقراص، سأفرق بين الأقراص التي أستخدمها والأقراص التي يستخدمها النظام. لذلك يجب ضبط الأقراص الخاصة بكم وأحجامها حتى لا تقع في خلط. إذن الدي سايز يعني الحجم 99. طب في الحقيقة هو أوتوماتيكمو يعني افتراضيا حدد لي النسخة، ولكن أنا سأقوم ببراوز يعني باركوغير ثم نرجع بماش. طب نفترض بأنني سأقوم باستعادة نسخة لأول مرة، سأجد نفسي في هذا المكان المكتبة إلى غير ذلك،
انزل الى كمبيوتر ثم الى ديسك لوكال او لوكال ديسك ثم دبليو ويندوز 10 او اي اسم اردنا ان نعطيه لهذه النسخه ادخال يقول لي هذه النسخه تم انشاؤها 08/31 كذا كذا الى غير ذلك الساعه والى غير ذلك الطاب ستار يعني هنا عندما سنضغط ستار سيبدا مباشره في تنزيل النسخة على القرص الصلب الضيء. ربما قد يسألني هل أنا متأكد من أن أقوم بتنزيل النسخة؟ أضغط يس أو أوكي أو وي، ولكن في غالب الأحيان هو لا يسأل. ثم سيبدأ بنفس الطريقة التي قام بحفظ النسخة، بنفس الطريقة التي يقوم باستعادة النسخة. ولكن إذا كنت قد حفظت النسخة وهي مضغوطة على أعلى مستوى، ستتأخر الاستعادة بشكل كبير، قد تستغرق 50 دقيقة أو 60 دقيقة. أما الحفظ كلما كانت النسخة أكبر كلما كانت المدة أطول. مثلا أنا في الحالة التي كانت لدي فيها النسخة حجمها تقريبا 23 جيجا بايت استغرق حوالي 5 ساعات في الحفظ، يعني في حفظ النسخة ما بين الضغط والحفظ، ولكن كل ذلك يهون من أجل ربح مساحة على القرص، لأن تقريبا 10 جيجا بايت تم تقليصها عندما تم ضغط النسخة. إذن هذا هو التسجيل لهذا اليوم. سأعيد لكم باختصار ماذا قمنا بفعله في هذا التسجيل. في هذا التسجيل قمنا باستعراض طريقة أخذ صورة احتياطية لقرص صلب، وأوردنا مثال ونموذج نظام التشغيل على سبيل المثال، وحلل لمشكلة الجوست. قمنا بحرق الويندوز تولكينج 64 بايت الحديث على قرص وميضي أو على فلاش ذاكرة USB، ثم قمنا بالإقلاع من هذا الويندوز تولكينج، وبعد الإقلاع قمنا بتشغيل الأودين باكاب. بعد ذلك هذا الأودين فيه خيارين، خيار الباكاب الحفظ وخيار الريستور الاستعادة. إذا اخترنا باكاب سنقوم بحفظ النسخة من النظام، إذا اخترنا الريستور سنقوم باستعادة النسخة التي حفظناها سابقا، ولا يمكن أن نختار الريستور دون باكاب، يعني لا يمكن أن نختار الريستور إلا إذا قمنا بباكاب للنسخة. هذه العملية تنفع إذا كان لدي حاسوب مثلا، أقوم بأخذ نسخة من الويندوز أو نسخة من القرص سي بهذا البرنامج، ثم إذا تعطل الويندوز عندي أقوم باستعادة النسخة دون أن أقوم بفرمطة الجهاز. كذلك تنفع هذه النسخة إذا كان لدي صديق معين يتعلم في حاسوبه، وفي كل مرة أكون مضطرا إلى أن أساعده لأصلح له الحاسوب، ما علي إلا أن أقوم بحفظ نسخة من نظامه على حاسوبه في قرص خارجي أو في قرص دي مثلا، ثم عندما يقوم بتعطيل الويندوز أو بتخريب النظام عندما يأتي به للإصلاح سأقوم مباشرة باستعادة تلك النسخة. فقط بقي أن أشير إلى مسألة مهمة، إلى أن النسخة المأخوذة من حاسوب HP لا يمكنها أن تعمل مع حاسوب ديل، ولا يمكنها أن تعمل مع حاسوب HP من إصدار أو طراز آخر، لأن النسخة خاصة بحاسوبك فقط وبالنوع الذي يشبه حاسوبك. مثلا هذا الحاسوب لدي مثلا اسمه HP ProBook 450G2، النسخة التي أخذتها لهذا النظام قد قمت بتثبيتها على حوالي 10 حواسيب من نفس النوع، ولكن تحصل بعض المسائل مثل كراك الويندوز لا يشتغل إلا مع النسخة الأولى، وبالتالي يجب عليك أن تقوم بتكريك الويندوز في كل مرة تقوم باستعادة النظام إلى حاسوب آخر من نفس النوع. أما إذا كنت تعيده أو تعيد تثبيته على نسختك الأصلية على حاسوبك الأصلي فأنت لست مجبر بتكريك الويندوز في كل مرة. إذن كان هذا هو التسجيل، وهذه هي خلاصة ما قمنا به، وأتمنى أن يكون الشرح مفهوما وعذرا فيه على السرعة. إذن إلى حين اللقاء بكم في تسجيل آخر، تقبلوا فائق الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.